حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من اليوم في ساعة. دايما بنبتدي مع حضراتكم اليوم في ساعة بأهم الأخبار وأحدث الأخبار. أحدث الأخبار واللي بدأ من ساعات ولسه مستمرة لغاية دلوقتي هو أن أكثر من ثلثين أعضاء مجلس النواب صوتوا بأن هم بيوافقوا أو بيطالبوا بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة عشان قابل السفير الإسرائيلي. معروف أن النائب توفيق عكاشة كان المفروض أن هو حرم من حضور 10 جلسات نظرا لأسلوب أدائه في الجلسات وتعامله مع رئيس المجلس مجلس النواب. لكن النهاردة احنا بنتكلم على مجلس النواب نفسه اللي هو يعتبر مراية الشعب المصري، هو شايف ان لازم يتم اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة عن انه يكون من اعضاء مجلس النواب. نعرف تفاصيل اكتر ونعرف الموضوع وصل لحد فين، لكن قبل الهوى كنا عارفين ومتأكدين ان اكتر من الثلثين صوتوا بانهم عايزين اسقاط العضوية. معنا دلوقتي الاستاذ خالد عبد العزيز شعبان وهو نائب في البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي بيحصل دلوقتي، وصلت لحد فين، الاجواء عامله ازاي؟ طب انا من داخل القاعه اصلا دلوقتي. ممكن نعلي الصوت؟ انا في القاعه للاسف، انا بكلمك وانا من القاعه طبعا، قاعه النواب تمام، وان تقريبا لسه العدد 30 متخصص دلوقتي بحوالي 405 تقريبا او 408 كده اسقط العضويه بالفعل لسه حالا، يعني قبل حتى ما تديه الخبر كان لسه 408 احنا عندنا عدد التصويت. وان المجلس بقرار يبقى في الثلثين تقريبا هيسقط عضويه النائب توفيق عكاشة. طيب وبعد اسقاط العضويه ايه اللي بيحصل بقى؟ خلاص يبلغ اسمه، بيرفع من الكشوف وترفع عنه كل المميزات كنائب عن البرلمان، وبيعني خلوه في دايرته، يعني خلوه دايرته، ويعلن وزير الداخليه مع اللجنه الاولى للانتخابات بإجراء انتخابات على المقعد الشاغل في هذه الدائره. سير الجلسه كيف كان؟ سير الجلسه سير الجلسه ماشي بان كان الصبح في ناس كثيره جدا كانت موجوده، وكان تقرير اللجنه تقريبا اللي جاي في حرمانه طوى اللي هي سنه يعني، ولكن راى نواب كتير جدا من نواب الشعب ان هذه العقوبه لا تكفي لاهانته رؤساء الجمهوريات العربيه ورؤساء مصر وخاصه دوله كمان السعوديه واهانه الدول الاخرى، وان هو سرب اسرار الشعب المصري عن الشعب المصري واهان أطفال وشهداء مدرسة بحر البقر بالتفاوض على الدم، إنشاء 10 مدارس وغيرها من بعض الحاجات. بس الموضوع الرئيسي كانت مقابلة السفير الإسرائيلي وإهانة النواب وكثيرا من المعلومات، وكذلك إهانة النواب ذات نفسهم عن برنامجه، وجابوا سيديهات وكانت في اللجنة. فعشان كده اتخذ المجلس إجراءه بهذا الشأن باسقاط عضوياته وتغليظ العقوبه لاسقاط العضويه. طيب لكن عموما بالنسبه لردود فعل النواب اول ما لقوا ان في مفروض لجنه التحقيق قالت حرمانه لمده سنه بس من حضور الجلسات، ردود الافعال كانت عامله ازاي؟ كانت نسبتها ايه؟ الطلبات لان يتم التصويت لاسقاط العضويه جت منين؟ من الناس على كبير، انا ما اقدرش احصره، على كبير جدا. كما عن العقوبه الاولانيه، وانا كنت الاول بقول ان هتتدرج العقوبه في الاول ان توصل بقى، هو كان واخد 10 ايام ثم توصل عام، وبعدين اترك الموضوع للمحكمه اللي موجوده. لا حضرتك الاول كنت بتقول ايه يا فندم؟ نوع من التدرج في العقوبه، ولكن انا برضك فيما راى في زملائي النواب ان هم ان هو اهان واهان شعب مصر واهان الشعب العربي كله بما السفير الكيان الصهيوني اللي موجود. حضرتك كنت عايز تدرج في العقوبه، يعني كان ايه اللي يحصل؟ كانت تبقى هي الحرمان لمده سنه؟ هو كان واخد 10 جلسات تمام؟ ده بالنسبه لادائه داخل المجلس. انا كان تقرير لجنه عامه تمام؟ انا كنت رايي ان ممكن ده يمشي الاول، ولكن يعني تحدث كثيرا من الناس بان ده افشاء اسرار مصريه، وان هو خلق لنا مشاكل مع الدول العربيه باهانته
الاسره السعوديه، وان اني دي اهانه دوليه، واهانتوا للعرب واهانتوا للطبيعه. فبالتالي انا تعاطفت مع هذا الكلام وطلبت اسقاط الوزير. وصوتت بنعم. صوتت نعم. نعم استاذ خالد عبد العزيز شعبان، شكرا جزيلا ليك، النائب البرلماني طبعا. وبينضم الينا كمان الدكتور طارق رضوان، نائب رئيس الهيئه البرلمانيه بالمصريين الاحرار. مساء الخير يا دكتور. نوري فهم. عايزين نعرف تعليق حضرتك على هذا التصويت اللي مستمر حتى الان. هو التصويت حتى الان موجود، لكن اعتقد ان احنا وصلنا للنصاب، هو ثلثي الاعضاء للموافقه على اسقاط عضويه النائب في الوقت. نعم. لو كان اعتذر للنواب كان يبقى ده امر وارد ان هو يغير شويه من افكاركم او طلباتكم؟ هو طلب بالفعل الدخول للاعتذار، ولكن نحن لا نملك الان حق قبول هذا الاعتذار، لانه هو اهان مصر وليس نواب مصر. من يملك هذا هم 95 مليون مواطن وليس ال 598 اللي تحت قبه البرلمان. طيب حضرتك بتقول ان هو طلب ان هو يدخل للاعتذار، لكن قبل كده كان بيوصل اعتذاره عن طريق نواب اخرين، اشمعنى النهارده طلب ان هو يدخل يعتذر؟ لانه موجود حاليا في البهو الفرعوني، يحضر هذه الجلسه على الهواء نقلا من التلفزيون الموجود داخل البهو الفرعوني. و يعني الاجراءات ابتدت في ما تقريبا الساعة 1:30 الظهر ولغاية دلوقتي ممتدة فيما يخص شأن التصويت على الإسقاط. طيب هسأل حضرتك سؤال آخر، يعني هو النائب توفيق عكاشة كان المفروض إن هو موجود، كان المفروض إن هو هيدخل الجلسة أصلا من بدايتها ولا كان ممنوع من دخول الجلسة؟ هو يا فندم ممنوع من دخول الجلسة لو لأنه عليه عقوبة أخرى اللي هي 10 جلسات. اللي هي العشر جلسات. امال كان موجود ليه؟ ما كانش هو موجود في البهو الفرعوني للمجلس. لكن ممنوع من حضور الجلسات. اما في حاله لو ما كانش عليه اي عقوبه اخرى كان من حقه ان يدخل ويمثل امام المجلس، ومن حقه ان يقوم بعرض موقفه امام المجلس. طيب النهارده زي ما حضرتك بتقول ان النائب توفيق عكاشه كان عايز يدخل عشان يتقدم باعتذار، في الوقت اللي كان لسه يمكن من كام ساعه بيقول ان اللقاءات هتبقى مستمره مع السفير الاسرائيلي، منين جه التحول ده؟ له مطلق الحريه يقول ما يقول الان. له الحق ان يقول ولنا الحق ان ناخذ موقفنا. طلبات اسقاط العضويه حصلت ازاي؟ لان المفروض ان لجنه التحقيق قالت حرمانه لمده سنه. هناك لجنه شكلت لعرض الموضوع عليها وقامت باستجواب السيد النائب ووصلت الى نتيجه وعرضته علينا بالكامل، ووصلت الى توصيات بحرمانه عاما كامل من الحضور للجلسه فيما يعني في هذه الاثناء قوبل هذا هذه التوصيه بالرفض. وكانت المرحله يعني مؤديه الى اسقاط العضويه. نعم. قوبل بالرفض، فبقى في طلبات لرئيس مجلس النواب. طلبات حركت للسيد الرئيس وتم عرضها على المجلس، ووافق النواب على ان يتم الاستفتاء على هذا الموضوع. طيب وما بدا يبقى في رفض داخل الجلسه هو ده التوقيت اللي النائب توفيق عكاشه كان بيطالب ان هو يدخل يعتذر للنواب؟ لا، هو التيار العام او السواد الاعظم داخل النواب الموافقه على اسقاط عضويات. ايوه يا دكتور، يعني انا معلش انا عايزه بس ابقى عارفه التوقيتات يا دكتور لو سمحت، لو نقدر ان احنا نرصدها مع بعض. يعني دلوقتي اما جه توصيه اللجنه بان حرمان توفيق عكاشه من الحضور لمده عام جلسات مجلس النواب، في هذا التوقيت كان توفيق عكاشه عايز يدخل يعتذر ولا ما لقى ان في طلبات من النواب باسقاط العضويه؟ بعد ما لقى ان التيار رايح في اتجاه اسقاط العضويه. هو ده اللي استوقفه، يعني خلاه ان هو يتراجع عن موقفه في الحاله. ولأمانة العرض هو لم يقل لي، بل قال لاحد الزملاء وقام بعرضها داخل المجلس. طيب هل في حد قابله دلوقتي بحيث ان هو يعرف رد فعله ايه؟ ما خلاص يعني احنا بنتكلم على اكتر من التلتين معناها تم اسقاط. داخل البهو الفرعوني اللي هو الصالون الخاص بالنواب الملحق بالقاعه،
يعني انا ما شفتش حياة لان انا داخل القاعة دلوقتي. طيب دلوقتي احنا في انتظار ان يبقى في قرار من مجلس النواب ولا خلاص الموضوع بقى تحصيل حاصل، النتيجة بقت معروفة؟ لا اعتقد انه الموضوع تحصيل حاصل، ولكن لابد ان يتم صياغة القرار وعرضه وقراءته على الاعضاء. خلال فترة زمنية قد ايه تقريبا يا دكتور؟ بنتكلم في حوالي من نص ساعة لساعة على الأقل. ان يصدر القرار بشكل نهائي. بالظبط. نعم. طيب دكتور طارق رضوان نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن المصريين الأحرار، شكرا جزيلا لك. دلوقتي نروح لخبر تاني معروف ان المحليات من اهم الامور اللي موجودة في مصر، ومعروف ان اصلاح المحليات معناها اصلاح كل حاجة تقريبا، كل ما بنشتكي من اي حاجة في شوارعنا في بيئتنا في حياتنا حتى في المرور بنتكلم على المحليات، كل حاجة لازم نروح للمحليات. ففي خبر ان الحكومة قررت تشكيل لجنة لإعداد قانون المحليات والانتخابات بعد سنة من دلوقتي. تفاصيل الخبر نعرفها من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير استاذ العاية، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، عايزين نعرف من حضرتك بقى الاجراءات وايه اللي هيحصل وامتى وازاي. هو النهارده مجلس الوزراء في بدايه جلسته الاسبوعيه تناول موضوع المحليات وقانون الاداره المحليه، وبعد مجموعه من المناقشات وعرض وجهات النظر السيد رئيس مجلس الوزراء شكل مجموعة عمل تضم عدد من الوزراء المعنيين وأنا معهم لوضع أو تنقيح أو مراجعة ما قدم من مشروع قانون نظام الإدارة المحلية. كان في حضرتك قانون معمول بيه قبل كده 43 لسنة 79، وفي جزء منه أوقف الخاص بالمجالس المحلية، وبيتم وضع قانون جديد يتم مراجعته وسيادته تحدد برنامج زمني لعرضه على مجلس الوزراء، ثم ياخذ طريقه التشريعي الى مجلس الدوله ثم الى البرلمان للنظر فيه واقراره اذا ما جاء مواكبا لما ورد في الدستور. طيب حضرتك بتقول ان اللجنه تشكلت من مجموعه من الوزراء مش كده يا فندم؟ بالظبط، يعني مع السيد وزير التخطيط، السيده وزيره التضامن، وزير الاداره المحليه طبعا بالدرجه الاولى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وأنا. طيب أستاذنا حضرتك، يعني ليه اللجنة شكلت من الوزراء فقط؟ ما كانش فيه مثلا آراء شعبية، ما كانش فيه آراء سياسية أخرى تشارك اللجنة؟ لا مؤكد اللجنة دي بس دي يعني دي ما اسمهاش لجنة، اسمها مجموعة عمل هتجمع يعني إذا كان في مشروعات معدة من قبل هتدرس الموضوع، وبعد كده هي هذه مجموعة العمل بقى تقرر بقى ضم عناصر أخرى ليها، تتشاور مع اخرين، وبعدين مؤكد ان القانون هيطرح للحوار المجتمعي بعد ما تنتهي ملامحه يعني. وقبل اقراره او قبل اي خطوات من المؤكد ان شاء الله يكون في مرحله من المراحل فيها حوار مجتمعي وحزبي وطبعا التفاوض ومناقشه مع الاحزاب السياسيه والائتلافات والقوى اللي موجوده للاستفاده بارائها يعني. طيب على اي اساس حدد ان الانتخابات بعد سنه طالما ان في اجراءات كتيره وفي خطوات المفروض ان احنا هنمر عليها ربما تاخد وقت اكتر من المحدد يعني بشكل مبدئي كده؟ هو احنا يعني كمجلس بنامل انها ما تطولش عن كده عشان تبدا تمارس مهامها في الرقابه وفي متابعه تنفيذ الاجهزه التنفيذيه وبدايه في تطبيق اللامركزيه بشكل متدرج كما نص الدستور، كل دي امور محتاجه، فيمكن الحكومه بتامل انها ما تتاخرش عن كده في هذا الامر يعني. نعم. سيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، شكرا لحضرتك. ونروح لخبر اخر مشاهدينا الكرام، دايما الكل بيطالب بتنفيذ القانون، وكلنا او يعني اغلبنا ممكن نكون تابعنا خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي وممكن في عدد برضه من البرامج ان في ممثله شابه اسمها مريهان حسين متهمه بان هي كانت بتقود السياره بتاعتها في حاله من حالات السكر. مش هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عليه. المشكلة الأكبر إن بعد كده اتقال إن هي تم معاملتها بشكل سيء جدا، يعني أمر وارد إن أي حد يبقى متهم، أمر وارد إن أي حد فينا يبقى أخطأ بالفعل، المشكلة في إن أنا أخطأت إذن أعاقب بالقانون، المشكلة إن تم معاملتها بشكل سيء جدا، تم الاعتداء عليها، تم سبها، ده على حسب ما قيل من عدد من زملائها، وكان أبرزهم مثلا الدكتور أشرف زكي كان بيقول إن هو شاهد على هذا الأمر.
ونتيجة لكده كمان اللي عايزين نقوله ان الخبر بيقول النيابة بتتهم ضابطين بقسم الهرم بالاعتداء على مريهان حسين، وبتوجه برضو تهم السكر والسب لهذه الفنانة. يعني التهمة اللي هي متهمة بيها مش بنقول ان هي تم نفيها او تم تأكيدها، لا، التهمة لسه محل بحث. لكن في نفس الوقت كون ان يبقى فيه اعتداء فده برضو بقى محل بحث من قبل النيابة العامة. نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ شعبان سعيد وهو محامي نقابة المهن التمثيلية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر، لأن احنا يعني كمتابعين تابعنا الدكتور أشرف زكي مثلا وهو بيقول إن تم الاعتداء عليها قدامه هو نفسه، تابعنا إن النيابة بتتهم أو بتوجه الاتهامات لضابطين من قسم الهرم. نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر والإجراءات اللي تمت حتى الآن. اتصل بيا الدكتور اشرف زكي امبارح في 7 صباحا وقال لي ان هو والاستاذ ايهاب فهم عضو مجلس نقابه الممثلين في اسم شرطه الهرم، وانه في ممثله طبعا تم الاعتداء عليها وفي ضابط شتمها في حضورهم واعتدى عليهم رغم انه رؤسائه كانوا موجودين. لما طلب رؤسائه الاعتذار ليها عما بدر من اعتداء منه من الضابط دوت، فالضابط شتمها وقال انا ما اعتذرش لممثله كذا كذا، وطبعا سب وقذف علني وطعن في الاعراض، وده اثار حفيظه رؤساء الضابط نفسه. والنهارده وانا في التحقيق فوجئت باحد الصحفيين ارسل وحضرتك في التحقيق اللي بيجرى معاها ولا ايه؟ انا في التحقيق دلوقتي وخرجت عشان ارد عليكم. في صحفي ارسل لي رساله وانا داخل غرفه التحقيق وقال لي انه الضابط دوت مصطفى توفيق اعتدى علي، صحفي معروف في جريده الشروق، قال لي اعتدوا عليه وخطفوه، وطبعا والنائب العام بيحقق في هذا الامر. اعتدوا عليه وايه يا فندم؟ لا اعتدوا عليه وايه؟ خطفوه واعتدوا عليه واحتجزوه واعتدوا عليه بالضرب في دائره الطلبيه من فتره ايام ما كان في دائره الطلبيه، وانا واجهت الضابط في القسم قال ده حصل بس انا ما اعرفش ايه وتردد وبتاع. لا خلينا ما نخرجش بره الموضوع، خلينا في الموضوع، لان احنا دلوقتي بندخل في تفريعات احنا ما عندناش معلومات عنها احنا. طيب نفسنا اللي حصل امبارح. طب لما توجهت للنيابه العامه بعد ما اتصل بيا الدكتور اشرف زكي وجئت بالممثله بها اصابات في انحاء متفرقه من جسدها، والشفه العلويه متورمه وبها كدمه وجرح قطعي وركبتها، وطبعا قالت انه في خدوش في انحاء متفرقه من جسدها. وطبعا الكلام ده بعد ما طلبت من النيابه توقيع الكشف الطبي ثبت في تقرير ورده النهارده واثبت الكلام ده. اللي حصل بهدوء انه حدثت مشاده كلاميه بين الممثله والضابط بسبب سوء معاملته ليها في طلب الرخص القياده وسبها، ولما حصل شد وجذب التحم هو وزملائه في الكمين واعتدوا عليها بالضرب والسب والقصف، ولكنهم التقطوا ليها فيديو، والفيديو ده قدموه في النيابه امبارح وكانوا بيعتقدوا ان هذا الفيديو في مصلحتهم، لكن الفيديو فيه الممثله بتبكي وتقول لهم حرام عليكم تضربوا واحده تت، وكانت يعني ايه مستاءة مما بدر منها. وكون ان الامر اتحول للنيابه، انتوا اللي تقدمتم ببلاغ ولا نتيجه للفيديو فالنيابه هي اللي بتستدعي ضابطين؟ طبعا هو عمل لها المحضر المرفق دوت، فلازم النيابه توجه التهم اللي موجوده في المحضر، لكن احنا وجهنا للضباط عدد من التهم. ايوه يعني انتوا تقدمتم ببلاغ ضد الضباط. طيب والتهم المطروحه وهي استعمال القسوة، استعمال القسوة وهتك العرض وإتلاف محتويات شنطتها اللي هي الموبايل والسماعة والكروت الفيزا كارد ومحتويات وعموما استاذ شعبان هو الموضوع دلوقتي قيد التحقيق، واحنا كنا عايزين نعرف من حضرتك عدد من التفاصيل كده او بعض التفاصيل المتعلقه بهذه الحادثه. استاذ شعبان سعيد محامي نقابه المهن التمثيليه شكرا جزيلا، وعايزين نقول لحضراتكم كمان ان احنا كنا بنحاول ان احنا نتواصل مع اللواء ابو بكر عبد الكريم بحيث ان احنا كمان نعرف رد وزاره الداخليه، لكن لا يرد احد علينا في هذا التوقيت من الساعه 5 واحنا بنطلب لكن ما حدش بيرد علينا. قبل ما نطلع لفاصل بسرعه عايزين نقول لحضراتكم كمان خبر عاجل مهم جدا، وهو ان مجلس النواب بيوافق رسميا على اسقاط عضويه النائب توفيق عكاشه. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.
بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. قبل ما أقول كمان موضوع حوارنا، عايز أقول لحضراتكم أن زمايلي قالوا لي في الفاصل أن اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية هو مسافر في هذا التوقيت، لكن كان التواصل بنحاول أن احنا نتواصل مع أحد المسؤولين أو أحد النواب ليه بحيث أن هو يقول لنا المعلومة أو رد وزارة الداخلية على اللي حصل مع الفنانة الشابة اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم فيها، لكن في الحقيقة ما حدش تواصل معانا في الوقت اللي احنا كنا حريصين على أن احنا نسمع كافة الأطراف، وده اللي دايما احنا بنبقى حريصين عليه، ان احنا نسمع كل الآراء، ما ناخدش جانب دون الجانب الآخر. اما بالنسبة بقى لحوارنا دلوقتي، فحوارنا برضو مش لان احنا واخدين جانب دون الجانب الآخر، لكن عايزين نفهم مع بعض، وخصوصا ان عدد من النواب، نواب مجلس النواب ايضا، هم بيطالبوا بإلغاء هذه المادة. ايه المادة؟ المادة المتعلقة بازدراء الأديان. يعني ايه اصلا ازدراء أديان؟ والمادة دي المفروض ان هي بتتكلم عن ايه؟ وليه عدد من النواب بيطالبوا باسقاطها او بالغائها او بتعديلها او بالتغيير فيها؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه مع بعض. احنا مش مع او ضد، وكل الاحترام طبعا، كل الاحترام لكل الاديان السماوية، لكن هل التفكير ربما يقال عليه ازدراء اديان، ولا ازدراء الاديان ليه تعريف معين احنا اللي مش عارفينه؟ نرحب بضيفنا الكريم الاستاذ سامح عيد، الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الاسلاميه وعضو مشروع مصر رائده التنوير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. السؤال الطبيعي، يعني ايه ازدراء اديان تحديدا؟ تعريفه في تعريف محدد؟ لا، هو كلمه ازدراء الاديان في حد ذاتها مسيئه لمصر، وهي خرجت في ظروف في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وكان في ظل صفقة مع التيار الإسلامي ومجاملة ليهم والرئيس المؤمن محمد أنور السادات، وفي هذه التوقيتات أيضا حط برضو المادة الثانية، الإضافات بتاعت المادة الثانية اللي هو يبقى المصدر الرئيسي، مصادر الشريعة أو الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، اتحطت برضو هذه الإضافة اللي ما كانتش موجودة قبل كده، فكان في ظل ظروف معينة. إنما كلمة ازدراء أديان في حد ذاتها تشكل عبء على الدولة المصرية حاضرا ومستقبلا، تاريخ سيتحدث بشكل سيء عن هذه الحقبة الزمنية اللي احنا فيها، وهيقول ان احنا تخلصنا من حكم ديني وجاء نظام يمارس وصاية دينية على المجتمع بشكل مخالف للأعراف الدولية ومخالف للدستور. يمكن ربما اللي يعني يبرئ صحتنا شوية ان الإعلام واجه زي ما حضرتك او احنا دلوقتي او غيرنا بيعمل، ان الإعلام واجه هذه الوصايا باسم الدين على المجتمع. ايوه، بس في راي تاني يا استاذ سامح، وهو ان اما تلاقي ان حد بيقول لك حاجات يعني تلخبط، دي لوحدها بتبقى مشكله. طب عشان نلخص الموضوع ونشوف العالم وصل ليه. يعني اول حاجه، الصراع المذهبي مش خاص بالاسلام بس. الصراع المذهبي كان موجود في العصور الوسطى في الغرب، البروتستانتيه والكاثوليك، وحصل دماء كثيره جدا. المجتمع الاسلامي حصل فيه نفس المشاكل ما بين المذاهب، سواء الشيعه مع السنه او سواء داخل السنه نفسهم، ما بين المعتزله والاشعريه او بين الاشعريه والحنابله، وصراع دموي حدث. وصل المجتمع الحالي لايه؟ ان في دائما جدل مستمر وسيستمر. ايه هو الجدل؟ الله، الانسان، الكون. علاقة الله بالإنسان، علاقة الله بالكون، علاقة الكون بالإنسان. هذه الجدلية ستستمر مدى الحياة، لن يوقفها أحد. إذا حد حب يوقفها يبقى هو بيعارض سنن الحياة الكلية. وهم وصلوا في الغرب أن يظل هذا الجدل دائر بشكل مستمر وبحرية تامة. اللي هو حضرتك بتتكلم عنه ده، هم بيتكلموا داخل مربع الإيمان، يعني ده إسلام بحيري داخل مربع الإيمان، فاطمة نعود داخل مربع الإيمان أو مربع الإسلام، كل دول بياخدوا أحكام. ده بعيد طبعا عن الخمس أطفال اللي خدوا حكم، وبرضه هذا شيء مسيء جدا لمصر. الدستور بتاع 2014 اللي توافق عليه المجتمع المصري بأغلبية عظمى فوق 97% بيقول بشكل واضح لا توقع عقوبة سالبة للحرية، اللي هي المادة 71، في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. أما الجرائم، يعني هو استثنى إيه بقى اللي استثناه؟ أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد يحدد عقوبتها القانون. يعني قال لك ما فيش أي عقوبة في النشر إلا إيه؟ اللي بيعمل فتنة طائفية أو اللي بيحرض على الكراهية أو بيحرض على العنف. للأسف الشديد اللي عملوا التلات حاجات دول ما بيتحكموش. واللي رأيه بالعكس بيحاول يعالج فكرة الكراهية ويحاول يتعامل مع الآخر بشكل أكثر رحابة فبيحاكم.
النقطة الثانية، إذا كنا إحنا بنحاكم اللي هم داخل مربع الإيمان، ما إحنا هنعمل إيه في الجدل الكبير؟ إحنا لازم نعترف إن في ناس أول حاجة مش في مذهبك، اللي هو طبعًا في خناقة بين أهل السنة كتير جدًا، كل واحد بيقول إحنا الأحق، بيبقى فيهم داعش بتقول إحنا الأحق بالإسلام وهكذا. إنما إحنا بنتكلم عن مجتمع مفتوح بيناقش كل شيء، بيناقش حتى النص الأول بالمطلق إن هو لا يعترف بما نحن نعترف به اللي هو نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الجدل دائل وفي علوم حديثة بتناقش كل الأمور على منطلق من منطلق الموضوعية. فإحنا كيف سنتعامل مع هذا المجتمع إذا كنا إحنا داخل المذهب الواحد مختلفين ومنحاصر بشكل كبير جدا، في حصار للفكر المخالف بشكل مهول، وهذا في ظل انفتاح إعلامي غير مسبوق. بس هقول حضرتك على حاجة تانية، وده أعتقد إن هو ممكن يجي في ذهن ناس كتير، إن في بعض الشخصيات بتبقى متمسكة برأيها، يعني الموضوع ما بيبقاش رأي، موضوع وكأنه قرار، أنا بقول لك إن كذا ده مش صح، أنا بقول لك إنك ما تناقشنيش، أنت ما تعرفش زي ما أنا عارف، ودي برضو بتبقى مشكلة. يعني في بعض الأوقات بتلاقي البعض بيصدر لك المعلومة أو الفكرة على الأصح مش المعلومة على إنها معلومة أكيدة، وإن السابقين أو الحاليين هم اللي فيهم مشكلة، دي برضو بتخلي الموضوع يعمل نوع من أنواع اللخبطة والجدل. هو أهم حاجة كل واحد يعبر عن رأيه بحرية بشرط ألا يحاكم الآخرين، ألا يفرض وصيته على الآخرين، ألا كلمة إصدراء أديان في حد ذاتها تحريض على العنف، لأن إحنا في مجتمع قولا واحدا سلفي، مجتمع كله سلفي، مش سلفي ان اخلاقه زادت، ده للاسف الشديد في شيزوفرينيا في المجتمع المصري. المجتمع المصري تدينه بينحدر بشكل واضح، طبعا ما فيش تقارير واضحه او قياس راي عام واضح يحدد هذا الانحدار، ولكن تلمسيه في نسبه الغش التجاري اللي بتثبتها التقارير العالميه، نسبه التحرش الجنسي، احنا في الترتيب الاول واحنا والسعوديه على الدخول على المواقع الاباحيه، ففي انحدار اخلاقي في ظل عصبيه سلفيه، ان هو فكره ان ممكن الناس تصور وتحاصر سفاره لان في فيلم مسيء، او فالمجتمع بشكل او باخر متسلف. فالراي حر، انما التحريض على العنف اللي يؤدي الى القتل هو ده اللي لازم يجرب. كلمه ازدراء اديان في حد ذاتها في ظل مجتمع سلفي بيعتقد فيما يسمى حد الرده، المجتمع يعني ده للاسف الشديد ان في نسبه من القضاة السلفيين، يعني سلفيين لا ما نقدرش نقول دي، لان احنا كده رايحين لهيئه او جهه. لا انا ما عملتش، انا بتكلم عن مجتمع في اربع عقود اتسم بالسلفيه وبعضهم تاثر بالخليج او بشكل او باخر، ففي اصبحت افكار. لا يعني مثلا التشريع الجنائي في الاسلام لعبد القادر عوده قمه في التشدد. طيب ما تيجي نشوف مجلس النواب والاعضاء اللي تحركوا علشان يغيروا هذه الماده او ان هم يلغوا هذه الماده، هما نفسهم تحركوا ليه؟ استاذه نادي هنري عضو مجلس النواب معانا دلوقتي على التليفون، مساء الخير يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه اللي خلاكي تتحركي، وحضرتك كمان اتحركتي مع كام شخصيه اخرى بتطالب بان يبقى ما فيش ماده بتقول ان ازدراء الاديان عليها احكام او ان في حاجه اسمها ازدراء اديان. اللي حركنا اعتقد كلنا هي الانتهاكات اللي عماله تحدث الايام اللي فاتت دي ضد دستور 2014. الدستور اللي بيمنح وبيدي حريه الراي والتعبير والفكر والابداع والعقيده. فبالتالي احنا امام، واللي حركني اكتر انه انا شعرت ان القضاه والقاضي مظلوم، لانه امام بيئه تشريعيه على نظام ساق. يعني الاحتياج دلوقتي، احنا دلوقتي في مجلس النواب بعد فتره طويله من انقطاع مجلس النواب، انه تطلع بسرعه تشريعات اللي هي ليها اهميه في الحصول على السلام المجتمعي والحصول على الكرامه والحريه والابداع، لانه احنا بعد ثورتين وبعد برلمان بيحتفل بانه نبته ديمقراطيه في المجتمع المصري ودستور قوي، لازم التشريعات دي ما تبقاش هي المحطوطه امام القاضي. القاضي لما حكم في اي قضيه ازدراء الاديان امام القانون، امام القانون حاكم، امام بعض المواد الحاكمه، رغم انه هناك قوانين اخرى ظهرت زي قانون رقم 126 ماده 161 اللي ساهق مرسوم بقانون ايام المجلس العسكري في 2011،
ده كان بيجرم التمييز. فانت يعني في بيئه تشريعيه محتاجه ان انت تعملي فعلا كده نقد تشريعي وتدوري على القوانين الانتقائيه او اللي هي مش ليها حياديه ومش مصاغه بطريقه فيها. طيب استاذه ناديه عذرا على اني بقطع حضرتك، لكن انا عايزه اعرف حضرتك اتحركتي في هذا الاتجاه حضرتك وعدد من النواب قد ايه تقريبا؟ لا احنا يفوق العدد فوق ال 100 وشويه. وتحركنا نواب مش بدافع طائفي، علشان النقطه دي انا بس بحب اقولها. يعني احنا دافعنا، احنا مننا الاقباط اللي دافعوا عن ازراء المسلم من المسلم من الحكم عليه او المبدعين او المفكرين او في وقت انا اول ما تحركت في قضيه اسلام جويش، لانه قيل عنه ان هو بيعمل بالابداع. طيب تحرككم ده يا استاذه ناديه المفروض انكم تقدمتم بطلبات لمناقشه الموضوع ولا ايه برضه اللي حصل؟ النهارده جالي الرد من رئيس المجلس وامانه المجلس بانه نتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وخاصه ماده 98 واو و 161 و 160 اللي هي الماده اللي فيها اللي بتبقى زي سيف على كل من يختلف. نعم. عموما الموافقه وهنبتدي كنواب. انا اوريدي شغاله على القانون انا والدكتوره امنه نصير. دكتوره امنه نصير عامله مشروع قانون طويل بتؤسس الى فعلا كرامه انسانيه وعداله والمحاكمه الانسانيه العادله. وشغالين فيه وهنقدمه اول ما تخلص بقى اللجان، هيكون اول قانون بيتحط على امام المجلس ان شاء الله. نعم استاذه ناديه هنري عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا ليكي، ويا ريت ان احنا كمان نحاول نتواصل مع دكتوره امنه نصير نعرف برضو وجهه نظرها وسبب التحرك. طالما ان احنا بنتكلم على اكتر من 100 نائب من اعضاء مجلس النواب المفروض ان هم بيتحركوا للتعديل او لالغاء مثل هذه الماده. نرجع مره تانية لحضرتك استاذ سامح، السؤال اللي بيطرح نفسه لو سيبنا الموضوع مفتوح لابداء الافكار ايا كانت الافكار وكل واحد مقتنع ان هو كده صح، وفي نفس الوقت ما ننكرش ان احنا ما عندناش نسبة عالية جدا من الوعي أو الثقافة أو على الأصح خليني أكثر دقة عندنا نسبة مش قليلة من الأمية، تفتكر الموضوع هيوصل لإيه؟ الديانة الإسلامية هي الديانة الأولى في العالم، يعني آخر تقارير ضمن الديانة الأولى مش الثانية، لأن عندهم نسبة إلحاد كبيرة زادت في فترة الغرب، يعني أو الغرب المسيحي عنده نسبة إلحاد زادت بشكل أو بآخر لأسباب سياسية وأسباب أخرى، ولكن إحنا هنا عشان الموضوع مغلق فإحنا أصبحنا الديانة الأولى في العالم. فمما الخوف؟ أبو حامد الغزالي اللي هو الأشعري الشيخ أبو حامد الغزالي القرن الخامس الهجري قال بشكل واضح، كان عن الشك بشكل واضح، وبالعكس أنه قال لك أنه هو الإيمان بدون شك، الإيمان اللي هو الوراثي ده اعتبره نوع من أنواع العمى، وأنه هو نفسه غادر يعني أو خرج برا القطار ونظر، لأن قال لك الإيمان بالوراثة ده هو اللي أسس منهج الشك اللي جه بعد كده ديكارت وعمله. فانا قصدي ليه ما الخوف؟ يعني قصدي اطلق الحريات، فليشك من يشك وليؤمن من يؤمن وليعتقد من يعتقد، في قانون بيحكم هذا المجتمع. وبعدين السنه بتاعت ما هو في الحاله دي القانون اللي هيحكم هذا المجتمع هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيحكمه ازاي؟ القانون يصيغ البشر بتوافقات، القانون لا من وجهه نظر حضرتك مثلا طالما ان عندنا نسبه عاليه من الاميه، طالما ان الثقافه مش شرط ان هي تكون واصله لكل الحدود، طالما ان الافكار ممكن ان بدل ما حضرتك تقول لي فكره انا بفكر فيها ممكن اخدها زي ما هي كده على علاتها، اذا نعمل ايه او ايه القوانين اللي ممكن ان هي تبقى موجوده ما يتقالش عليها ده نوع من انواع تقييد الافكار، لكن في نفس الوقت تحمي ان الدنيا تتلخبط، ان الموضوع يفتح مني ازيد من اللازم. القانون يكون محدد وواضح بشكل ما، ولا يكون في الحبس الا زي ما قلنا في التحريض على الكراهيه وفي الكلام عن الاعراض، ويكون في الغرامه اذا راى احد ان هناك اقوال ربما تتعرض لاشخاص بالاهانه او بالاساءه لمعتقد او طائفه يكون فيه الغرامه. النقطه الثانيه انا من رايي لازم يكون في حاجه بتسمى يعني مجلس اللي هو يعني مجلس من المثقفين او المفكرين هو اللي يكون مع القاضي، اللي هو زي موجود في امريكا ان يبقى في ناس من المواطنين العاديين في قضايا معينه بيكون زي
معاون للقاضي في اصدار قرار، بالذات لو في حاجه ادبيه يبقى في ادباء، في حاجه فلسفيه يبقى في فلاسفه ومفكرين وهكذا، وما يطلقش للقضاء حريه اصدار مثل هذه القرارات بناء على رؤيته الشخصيه، لان الماده بتكون عايمه، لان حتى في المحكمه الدستوريه ليه؟ طب ما ممكن الماده تفاصيلها نفسها هي اللي تكون حاكمه، بدل ما الموضوع يترك لاراء مختلفه، يعني يبقى عندي جايد لاين، يبقى عندي خط هو ده المرشد الرئيسي اللي كلنا ماشيين عليه، ما يبقاش اه ولا لا. اه لا، انا قصدي في حاجات يعني زي هيئه المحلفين موجوده في امريكا، كان في اقتراح في هيئه محلفين في القضايا التخصصيه. حاجة في الأدب، فالأدب ده هل فعلا مسيء لطائفة، بيحرض على عنف، حتى لو اتكلمنا عن التحريض على العنف أو التحريض على الكراهية، هل في لجان خاصة ساعات بتتعمل؟ لا لا، لبحث الأمور؟ لا، ما عندناش حتة محلفين، دي مجلس المحلفين ده أنا قصدي يكون من المتخصصين في هذا النوع من الأنواع، يعني لو أدب يبقى متخصصين في الأدب، لو بنتكلم عن سينما يبقى متخصصين في السينما، لو بنتكلم عن أمور تخص العقائد يبقى في. أيوه أستاذ سامح، بس ساعات بيبقى في لجان من الخبراء المفروض برضه إن هي بتبحث في الامور وبتقول رايها. لا هو يعني بياخدوا اراء فنيين، ولكن مش ملزم. هم في قضيه اسلام بحيري رجعوا للمجمع البحوث الاسلاميه، ولكن للاسف الشديد كان رايه سلبي، قال ان ده بيهدد العقيده، يعني كان رايه في صف يؤيد السجن بشكل او باخر، ان هو انتهك العقيده وانتهك وهكذا. فانا قصدي الفكره الاساسيه. ايوه استاذ سامح، انا مش قصدي اطلعك من الموضوع، بس ده معناها ان القضاء اخذ اراء بالفعل، والاراء هي اللي قالت كذا، فكان ده نوع من انواع دعم للحكم او دعم للقرار اللي تم اتخاذه. ما هو حضرتك خدتي راي طرف في الموضوع، لما نتكلم عن مذهب معين او فلسفه معينه واحده، لا انت بتاخدي مجموعه فلاسفه مش مرتبطين بديانه معينه، ترى هذا الموضوع من الناحيه الفلسفيه في اساءه وفي امتهان لعقيده معينه، انما مش لانه مخالف لعقيدتي اسجنه، او المخالف لفكرتي ده مش عقيدته، ده اسلام بحري مسلم، ولكن المخالف لفكرتي او لمذهبي او مسجنه. طيب ما تيجي نشوف اراء الناس كمان في موضوع ازدراء الاديان ونرجع كمان نعلق عليهم. يعني الاديان نفسها والعقائد والقوانين الانسانيه ومواثيق حقوق الانسان الدوليه كلها نصت على احترام الاخر ايا كان دينه، ايا كان جنسه، ايا كان نوعه، وبالتالي هناك تجاوزات من البعض في مسألة الأديان بالذات. فينبغي أن يكون بالفعل أن هناك يعني أي إنسان يتعرض بأسلوب غير لائق أو تجاوز أو تعدي لمعتقدات أو الأديان السماوية، ينبغي أن يكون هناك رادع، ورادع قوي كمان. يعني لا طبعا، لا، المفروض تكون موجودة عشان كل الناس تحد نفسها وتوقف عند شتيمة أي دين. ازدراء الأديان بمعنى صح أن الناس بدخلت الدين سواء الدين الإسلامي أو المسيحي مع بعض، وده أنا ما أعتقد في مصر أن ما فيش الكلام ده. يعني بستحقر الدين اللي قدام، يعني مثلا حد استهزأ بالدين الآخر، بس اتكلمت عن دين مش كويس أو يعني لو اتكلمت عن دين مش كويس، يعني اللي هو اطلع حقايق او كده، هو مثلا ما تعجبش الناس كده. في الحقيقه اراء الناس من ضمن الاراء اللي كانت ملفته جدا، ان واحد بيقول لا، لازم يبقى في قوانين توقف الناس عند حدها، ما ينفعش ان الموضوع يبقى مطلق. ما انا بقول لجزء مجتمع سلفي، ما احنا لازم نغير الاصل، لو استسلمنا لاراء السلفيه او التشدد اللي هو تم تسويقه في فتره من الفترات في الاربع عقود الماضيه، يبقى احنا داخلين في مشكله، ان هيظل الصراع فكره احنا قبولنا للاخر، مفيش قبول للاخر، عندنا مشكله طائفيه حقيقيه. هل هنستسلم بقى للمشكله الطائفيه اللي حصل في الاربعه خمسه الاولاد اللي عملوا فيديو 30 ثانيه ده؟ القرى المجاوره راحت عايزه تهجرهم. فاحنا بنتكلم عن مجتمع متشدد او جزء من المجتمع، خلي بالك المجتمع ممكن يكون مش متدين، يعني ممكن واحد يكون ما بيصليش وربما تكون تصرفاته منفلته، ولكن الحق ده حد اساء يعني هو بيصليش وده ده سخر بالصلاه هيروح يهجره. فانا قصدي احنا بنتكلم عن مجتمع متشدد، هنستسلم له ولا هنحاول نقوم هذا المجتمع ونجعله يقبل الاخر؟ يعني واحد في فرق بين انت العقيده وواحد مختلف معايا في العقيده، بيرى ان هو على غير دين الاسلام، ربما يرى ان هو ملحد ويرى الطبيعه هي البيج بن وما شابه ذلك، او يرى ايا كان معتقده ورايه في سواء في عقيدتي او في مذهبي، مش معنى هنظل في هذه الحروب. التاريخ الاسلامي مليء بالدماء زي ما التاريخ المسيحي مليء بالدماء. هم وصلوا بعد هذه المرحله الى فكره، الى مستوى من حريه الراي، مش حريه الراي مطلقه، لا هي مطلقه عندنا ولا مطلقه في الغرب. ايه الحدود بتاعتها؟ الحدود بتاعتها التحريض على الكراهيه، التحريض على العنف، الكلام في الاعراض. اللي بيعملوا الحاجات دي مطلق الصراحه،
في نقطة مهمة جدا ان هو كان في حاجة اسمها الحزبة، بس هو في حاجة يا استاذ سامح، يعني اسمح لي، حتى الغرب بيقف برضو بعض الوقفات، يعني ما ننكرش مثلا ان فيلم زي دافينشي كود اثار جدل في العالم، بس مش في الشرق الاوسط فقط، لكن اثار جدل، واثار جدل بشكل كبير جدا، اذا مثير جدل، بس في حاجة بتمنع الفيلم برضو الى حد ما. ما حصلش في افلام عن المسيح، وفي افلام ربما فيها كلام عن المسيح كبيرة جدا، هل اتمنع؟ يثير جدل زي ما يثير، والناس المتحفظين او المحافظين يتحفظوا. خلي بالك كان في نقطه مهمه جدا، كان في قانون حزبه في مصر، وكان بقى الشيخ يوسف البدري وغيره يرفعوا على افيش سينما، على فيلم، على مسلسل، وهكذا. فحصل ايه؟ المجتمع تطور عندنا وقال لك لا، الموضوع يعدي على النيابه. فاحنا قلنا النيابه دي فلتر، النيابه دي فلتر، فالحاجه اللي هي لا تستحق انها تحول لقضاء ما تحولش. فالمشكله ان هذه القضايا بنفاجئ انها بتمر من هذا الفلتر وتحول الى القضاء، واحنا عارفين انها مخالفه للدستور. وفي نقطه مهمه جدا، المحكمه الدستوريه في الماده 29 من قانون المحكمه الدستوريه بيتيح للقاضي ان هو لو في شبهه عدم الدستوريه يوقف الدعوه. الماده بتقول اذا تراءى لاحد احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص اثناء نظر احدى الدعاوي عدم دستوريه نص في قانون او لائحه لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوه واحالت الاوراق بغير الرسوم الى المحكمه الدستوريه. يعني اذا كان من حق القاضي ان هو لما يلاقي الموضوع فيه شبهه عدم دستوريه، في حاجه اسمها الماده 71 بتمنع الحبس في امور النشر، يروح موقف الدعوه دلوقتي ويحيلها للمحكمه الدستوريه لغايه ما تصدر فيها قرار. يعني كان في قدامه مساحه حركه، ولكن لان يعني على فكره انا عايزه بس اوضح ان احنا مش بنتناقش في حاله معينه، احنا بنتكلم على الفكره بشكل عام، مش على عام. حاله شخصيه معينه، لا مؤاصلة على الاطلاق. اكتر من قضيه بنقول لك، موضوع الخمس اطفال ده يعني مصيبه التاريخ سيحاكمنا عليها، والحاضر الغربي ما زال يحاكمنا عليها حتى عموما الآن. دلوقتي احنا عندنا مجلس نواب، ومن الواضح كمان ان مجلس النواب هو كمان بيتحرك عشان يشوف المفروض ايه الضوابط اللي تبقى موجوده عشان يبقى في مساحه للفكر، وفي نفس الوقت ما يبقاش الموضوع متساب كده كل حاجه على علاتها. مفيش اي حريه، ده اهم حاجه، مفيش اي حريه مطلقه، ولكن الحدود لازم تكون واضحه ومحدده، وتكون تتسم بما يسمى التحريض على العنف او الكراهيه. نعم، باذن الله. استاذ سامح عيد، الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الاسلاميه، عضو مشروع مصر رائده التنوير، شكرا جزيلا لحضرتك وعلى حضورك، وبالتاكيد ان الموضوع ده هيفضل مفتوح لاوقات طويله جدا، مجلس النواب نفسه عايز يتناقش في النقطه دي. احنا كمواطنين عايزين نعرف حقوقنا وواجباتنا، لان برضو الموضوع طالما ان فيه لبس إذن يستحق النقاش لأوقات طويلة جدا. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لختام اليوم في ساعة، بكرة بإذن الله حلقة جديدة وموضوعات جديدة، إلى اللقاء.